بعد اذنك انت شايف الشيخ من عندك هنا؟ خد يا شيخ. امين. اللهم طهر البلاد والعباد منهم. امين. اللهم اصرف عنا شر الاشرار. امين. وكيد الفجار. امين. اللهم رب السماوات ورب الارض. امين. ورب العرش العظيم. امين. ورب كل شيء. امين. خالق الحب والنوى. امين. ومنزل التوراه والانجيل والفرقان. امين. اعذنا من شر هذا الطاغوت. امين. شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. آمين. أنت الأول فليس قبلك شيء. آمين. أنت الآخر فليس بعدك شيء. آمين. أنت الظاهر فليس فوقك شيء. آمين. أنت الباطن فليس دونك شيء. آمين. روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده،
فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونحن خرجنا نغير المنكر بألسنتنا، فهذا ما نستطيعه. ونسأل الله عز وجل أن يكلل سعينا بالنجاح، وألا يصرفنا من هذا المكان إلا وقد حقق لنا ما نصب إليه من رحيل هذا الطاغوت وجنده وأعوانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله. الله أكبر، الله أكبر. شكرا. احمد صورت المقطع، واحد خد الكاميرا صورنا المقطع. جماعه بس كده، وقت الغروب، وقت الغروب، وقت استجابه الدعاء، وقت استجابه الدعاء، ووقت الاذكار، اذكار المساء. انا اتضرع الى ربنا سبحانه وتعالى بتلاوه اذكار المساء مع فضيله الشيخ. استاذنكم رددوا معاه. امسينا وامسى الملك لله، امسينا وامسى الملك لله، لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، على ملة أبينا إبراهيم وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، اللهم إني أمسيت منك في نعمة. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، اللهم أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا، ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا أبو بذنبي فاغفر لي، أبو بذنبي.
لي فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك. ونبيك. ونبيك. ورسولك. ورسولك. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. عدد ما خلقت في السماء والأرض. عدد ما خلقت في السماء والأرض. عدد نجوم السماء. عدد نجوم السماء. وعدد قطرات المياه في البحار. وعدد مياه في البحار. وعدد قطرات المياه في البحار. وعدد قطرات المياه في البحار. وعدد ذرات الرمال في الصحراء. عدد ذرات الرمال في الصحراء. وعدد أوراق الأشجار. عدد أوراق الأشجار. وعدد ما خلقت في الأرض والسماء. عدد ما خلقت في الأرض والسماء. اللهم إنك تعلم. اللهم إنك تعلم. اجتمعت على محبتك. ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك. والتقت على طاعتك. وتعاهدت على نصرة شريعتك. وفق اللهم رابطتها. وفق اللهم رابطتها. هذه مدها. هذه مدها. هذه مدها. هذه مدها. احفظ مدها. احفظ مدها. هذه مدها. هذه مدها. يا رب العالمين. يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر ذنبنا. اللهم استر عيبنا. آمين. اللهم فرج كربنا. آمين. اللهم أزل همنا. آمين. اللهم وسع أرزاقنا. آمين. اللهم وسع أرزاقنا. آمين. اللهم احفظ أطفالنا. آمين. اللهم احفظ شبابنا. آمين. اللهم احفظ علماءنا. آمين. اللهم احفظ شيوخنا. اللهم احفظ مساجدنا. اللهم احفظ أرضنا. اللهم احفظنا واحفظ بنا. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته. ولا عينا إلا سترته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا مبتلى إلا عافيته. ولا طالب علم إلا نجحته. ولا أيما إلا زوجته. ولا عقيما إلا عالجته. ولا مجاهدا إلا نصرته. مهم جدا واللي بيقول الكلام ده
استاذ عالم عالم كبير من شيوخ الازهر بيرجع كل يوم كل يوم عشان تعصب هنا يا اخويا. اخويا ابو عبيد لابس ازرق ده وصل التليفون ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالمنقول عن العلماء في مسألة الخروج على الحاكم متباين تباينا شديدا، فقد حكى الإمام النووي في شرح مسلم الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم بالسلاح، لأن هذا سيؤدي إلى فتنة وإراقة دماء، فإن رأى المسلمون منه منكرا فعليهم أن ينكروا عليه باللسان بكل ما استطاعوا، ونحن إنما ننكر باللسان، فليس هذا خروجا على كلام الإمام النووي رحمه الله، ليس هذا خروجا على كلام على ما ذكر الإمام النووي رحمه الله. فالأمر المجمع على تحريمه أن نخرج على الحاكم بالسلاح، لأن هذا سيؤدي إلى إراقة الدماء وشيوع الفساد وما إلى ذلك، لكن أن ننكر المنكر باللسان أوجب النووي في شرح مسلم على المسلمين أن ينكروا عليه بألسنتهم بكل ما استطاعوا. احفظ هذا جيدا. يبقى إذن حكى النووي الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم لفسق أو ظلم، لفسق أو ظلم، إن فسق ففسقه على نفسه، وإن ظلم فقد طالبتنا الشريعة بأن نتحمل ظلمه. في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن كان لله تعالى في الأرض خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني ظلمك. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سترون، قال للأنصار: سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. فقالوا: يا رسول الله، فماذا تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لكن إن كان الظلم عاما على الرعية تضيع فيه أحكام الشريعة ولا يعود الإنسان في وطنه آمنا، لا على نفسه ولا على زوجه ولا على أولاده ولا على غده، بل يمكن لأي ضابط في أمن الدولة أن يلقيه في غياهب السجون سنة أو سنتين أو 10 سنوات أو 20 سنة، أنا لا أفترض افتراضات نظرية، لكن هذا أمر واقع بالفعل ويدمره ويدمر أسرته، وحتى بعد سجنه يمنع الناس من أن تعين أسرته على العيش، بحيث أنه يدفع دفعا الأسرة إلى الانحراف. هذا أمر يأباه الدين وأمر يأباه العقل، وقد وجدنا أنهم يستخدمون كل وسيلة في سبيل التمكين لأنفسهم، حتى عن طريق إلقاء الفتنة بين المسلمين والنصارى. ولقد ظننت حين وقع انفجار كنيسة القديسين أن الأمن وراء هذا الأمر، أنا أظن هذا، وأعتقد أيضا أن الكثير من النصارى يعرفون أن هذا فعل الأمن وأنه يزكي نيران الفتنة بين المسلمين والنصارى على قاعدة فرق تسد، على قاعدة فرق تسد. الإمام القرطبي الكبير شيخ القرطبي المفسر، وهو صاحب المفهم لما أشكل من فهم صحيح مسلم، قال إذا هدم الحاكم
قاعدة من قواعد الشرع، قاعدة من قواعد الشرع، كأن يبيح الزنا وكأن يبيح شرب الخمر. والمراد بإباحة الزنا أو شرب الخمر أنه لا ينكر على من فعل ذلك، بل يمنع من أنكر عليه، وربما بطش به وآذاه، فلا خلاف في وجوب الخروج عليه، فلا خلاف في وجوب الخروج عليه، لأن الحاكم له مهمة، له وظيفة أن يقيم قواعد العدل وأن يحافظ على أعراض الناس وعلى دمائهم وعلى ممتلكاتهم. وإن شئت فأنا سأحيلك، لأن ليس المقام مقام درس، لكنني أحيلك على تفسير الإمام القرطبي عند قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى آخر الآية. انظر المسألة 13، انظر تفسير القرطبي عند قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، اقرأ المسألة 13. كذلك ابحث عن المفهم لما أشكل من فهم صحيح مسلم للإمام القرطبي الكبير، شيخ القرطبي المفسر، كتاب الإمارة في الجزء الخامس، كتاب الإمارة الباب الثامن، الباب الثامن، واقرأ